وكان اكو عنده غلام، اتاخر على غلامه، قال له انتظرني اشتري لي كم حاجه حتى اروح الكربلاء انا وياك، تمشي وياي؟ قال له شلون ما امشي وياك، انت رايح للحسين. قال له زين. راح يشتري شويه، تاخر بالسوق حبيب، رجع لقى الغلام يسولف ويا الجواد، خال حلقه باذن الجواد يسولف وياه، قال له يا جواد لقد تاخر سيدي وسيدك، وانا مستعجل على شوفة الحسين. راح انتظر بعد شويه سيدك، اذا ما اجى راح اخذك واروح الى الحسين. خاف تفوتنا كربلاء يا جواد، خاف الحسين يجي ويفوتنا الامر. الحسين خوش حصل اصحاب، ما حد حصل مثل الحسين اصحاب. حسين قال عنهم لا اعلم اصحابا ابروا اوفى من اصحابي، ولا اهل بيت ابروا اوفى من اهل بيتي. خوش اصحاب حصل الحسين. العظيم الكبير ابن نصار يقول قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنظام. شو الشعر هذا؟ ما تقول لي شو الشعر هذا؟ هسه لو احفظ شعر الدنيا كله ما يعادل هالبيتين ذني، شنو هالجمال هذا؟ يا بقضى وحق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنظام، لما ماتوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر. شلون ابن نصار؟ هذا الرمح بفادة تثن، وذاك صار للنشاب رن، وهذا الخيل صدره رضرضا، وهذا وذاك بالهنديم والذر. الله اكبر. ليلة عاشوراء طلع الحسين يتفقد الخيام والتلال. بعد الروح السيد جابر غائي رحمة الله عليه، ها هذا نافع ابن هلال يقول شفت الحسين طلع بالليل ليلة العاشر، هدوء سكون، يقول شفته طلع يتمشى يباوع للخيام ورا الخيام، عين على نسوانه خايف عليه، عين على بنياته خايف عليه، حرقه وقلبه للحسين، الله يحرق قلوبهم ان شاء الله. انت عندك بنيه وما عندك بنيه؟ ترى البنيه تصير عزيزه والله اكثر من الولد، عندها حنيه اكثر، هي تقرب روحها تعزز روحها لوالدها اكثر. بعد احنا عندنا بنيات وانتم عندكم وشايفين، يعني تدرون يوم العاشر شلون اقرا لك؟ ما ادري، انا قلبي وجعني على الحسين، ما اعرف والله، ما اعرف شلون احكي، والله ما مبالغ ولا اسوي عود احكي سوالف على المنبر حتى ابكيك، لا وحق صاحب المنبر مو الشكل، ما اعرف اسوي هاي السوالف، بس هي حرقت قلب. شو تسوي الحسين هذا؟ الحسين هذا شو تسوي؟ تدري الحسين لما ودع اهل بيته اجى شاور زينب، قالها زينب انا قلبي مكسور ترى. قالت له ليش ابا عبد الله؟ قالها سكينه ما ودعتني. قالها سكينه ما شفتها. قالت له ابا عبد الله ما تقدر تودعك، لا ابدا بالخيمه ضام مروحه. قال له خل نروح لي انا وياك يا الحسين. قال له سيطول بعدي يا سكينه فاعلمي، سيطول بعدي يا سكينه فاعلمي، من كل بكاء اذا الحمام دغاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فاذا قتلت فانت اولى بالذي تبكينه يا خيرة النسوان. عادي ايش قالت له؟ تقل له قول لا تخفي علي، هذه روحتك يا بعد جاية، يا ابويا ان كان رايح هاي هي، اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. شلون مصائب ابا عبد الله؟ فطالع الحسين يتفقد التلال خايف على بنياته خواته،
هذا نافع يقول اطلع تمشي ورا الحسين اخاف عليه، ذولا بني اميه غدارين، لا دين ولا حميه ولا مروه ولا كل شيء، مسوخ ذولا. قلت خلي امشي ورا امامي اخاف عليه الحسين. يقول الحسين قال من هذا الماشي خلفي نافع هذا؟ قلت له فداك انا واهلي وعشيرتي وناسي كل فدوه تروح لك ابا عبد الله بن رسول الله. قال لي ايش طلعك وراي انا امشي؟ قلت له خوفا عليك ابا عبد الله. يقول قال لي نافع شوف ذني ما بين الربوتين؟ قلت له نعم. قال لي خذ بينهما وانجو بنفسك، القوم لا يريدون غيري، اذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري، ذولا يردون دمي، انت ايش عندك تورط روحك وياي وتنقتل وتموت وتروح وعلى شنو؟ اخذ ما بين الربوتين وروح. قلت له سيدي ولما؟ قال لي حتى تعيش. قلت له قبح الله العيشه بعدك. المهم يقول امشي ويا الحسين، الحسين تفقد كذا باوع رجع على الخيام. يقول مر بطريقه على خيمه زينب. زين الحسين يمر على خيمه زينب وما يسلم عليها. يقول دخل قال لي انا الان اسلم على زينب وبعدين ارجع لخيمتي. قلت له ابا عبد الله ما يخالف انتظرك بباب الخيمه وبعدين اطلب؟ ما يخالف. يقول وقفت بباب الخيمه. يقول سمعته دخل سلام عليكم اخي زينب. قالت له عليكم السلام، هلا بابونا، هلا بكبيرنا، هلا بعمامتنا، هلا بهيبتنا، هلا بتاج روسنا، هلا بكبيرنا، هلا بامامنا. يقول هواي رحبت بي زينب. قعد الحسين قالت له ابا عبد الله هل خبرت اصحابك؟ هل بلوتهم؟ اخشى ان يسلموك عند الوثبه واصطكاك الاسنه. خويا انت ذولا اختبرتهم، خاف باكر يلزموك ويسلموك للعدو ذولا. قالها زينب بلوتهم خبرتهم فما وجدت فيهم الا الاقعس الاشوس، يستانسون بالمنيه دوني استئناس الطفل بمحالب امه. شي عبر سيد جابر يقول ذهب ذولا تيزاب صافي ذولا صدق. المهم يقول انا قلت لا حول ولا قوه الا بالله. زينب ما مرتاحه، ما مطمئنه، انه عجيب خايفه منه زينب، قلبها خايف منه زينب، ما مرتاحه الليله، تنام ما مرتاحه، ما تنام الليله زينب. يقول سمعتها تقول له فرشنا لك الخيم ارتاح يا حسين. والله هذا شنو من شعر؟ فرشنا لك الخيم ارتاح يا حسين وجمعنا لك دمع بشي النساوي. المهم راح ترك خيمة زينب وراح الحبيب. حبيب كان يقرأ قرآن الأنصار ما بين راكع وساجد، لهم دوي كدوي النحل، عبادة وصلاة وقراءة قرآن. المهم اجى يم حبيب همس بغذنه، قال له شيخنا فقيهنا كبيرنا قصة كيت وكيت كذا وكذا. حبيب قال له المطلوب؟ قال له نسوي لنا مظاهرة هوسة يم خيمة زينب حتى تطمئن من عندنا، وانت قدامنا، انت ابونا كبيرنا، انت فقيهنا، انت عالمنا، انت شيبتنا الكريمة انت. قال له والله خوش فكرة. قام حبيب على شيبته وكبر سنه وقف قدام الانصار صاح يا ابطال الصفا يا فرسان الايجاه، تطالع الانصار من كل جانب ومكان، جو الهاشميين يركضون يقدمهم ابو الفضل حازرا عن ذراعه. شبيك حبيب؟ قال له سيد الكلام مو معكم، لا سهرت عيونكم، الحكي ويا ربعي مو ياكم ابا الفضل، ارجع لا سهرت عيونكم، اخذ بني هاشم وروح اني والانصار بس. رجع العباس باوع لهم قال لهم يا انصار القصه كيت وكيت كذا وكذا، هذا نافع خبرني، شنو رايكم نسوي لنا هوسه على باب خيمه زينب؟ قالوا له والله نعم الراي. اخذهم حبيبه واجوا وقفوا قدام خيمه زينب، والحسين بعد جالس. تقدمهم حبيب قاعد قبالهم او وقف قبالهم صاح السلام عليكم اهل بيت النبوه موضع الرساله مختلف الملائكه، هذه سيوف فتيانكم ابوا ان يغمدوها الا في جماجم اعدائكم. الحسين سمع قال زينب ذولا ترى هذا نافع كان وراي راح خبرهم، وذولا اجوا الك مو الي ترى، ذولا كلميهم حاجيهم ذولا جايين يطمئنوك. قالت له تقبل حاجيهم؟
هاي اول مره الحسين يخليني اجي. قال ما يخالف اجي وذولا منا على البيت من ورا الخيمه. تدرون ايش سوت زينب؟ الله اكبر. زينب راحت الصندوق جايبته وياها من المدينه، فتحته طلعت عباءه ام الزهراء الذي شد عباءه فاطمه. شوية فتحت من باب الخيمة شوية، قالت عليك السلام حبيب حبيب، انسبوني معرفة من انا، انا زينب ابنة امير المؤمنين، حبيب لا تقصر عن نصرة الحسين. حبيب قام يباوع يمنى يسرى، شبيك شيخنا احكي سالف، زينب تحكي وياك ما تحكي ويانا. قالهم انا منين وتسلم علي. الله يرحمك سيد جابر. بنت المرتضى حامل حميه، وام فاطمه الزغره الزكيه، وهي مخدره عباسيه. سمع ابو الفضل سيد جابر يقول صوت ليل يوصل، اجى العباس شاف الانصار واقفين على باب خيمة اخته وهي تحشمهم على الحسين. غضب ابو فاضل قالها زينب تحشمين وانا موجود؟ قال اخويا اش طلعت من خيمتك يا من فدوى يروح اخوك لهيبتك، شلون تنظامين بوجود اخوتك وخيمتك بسيوفنا مظليلها؟ تقول له انا خايفة، لا تقول مدري. يا عباس يا صيوان خدري، انا خايفة ينهتك ستري، عيناك لا ينخطف لوني، تشحدهم حدهم عدانا يوصلونج يا بيوصلوني، ايش ابن والدك قرة عيونج يا ابن والدك، ابن والدك قرة عيونج. ما هي الا ساعه هذا بيت الدعاء، ما هي الا ساعات ليله عاشوراء، واذا بالحسين وحيدا فريدا ينادي الا هل من مغيث يغيثني، الا هل من ناصر ينظرني، رحم الله من نادى وغريبا. تستاهل ابا عبد الله، رحم الله من نادى وحسينا. نعم ايها الاحبة، طلعت لزينب لبت نداءه زينب، انا جيتك على ريحة الخوة، لا تقول ما عندك مروة، ما تدري الشمر بيش سوى يا بش سوى، مهو صوت علمتوني تلوى.